وحول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا عبر الهاتف من الدمام الأستاذ محمد الغامدي، مدير تحرير صحيفة اليوم السعودية. بداية سيد محمد، ما هي قراءتك لما جاء في مضمون تصريح سمو رئيس الوزراء اليوم؟ أهلا وسهلا. في البداية أنا أرفع أسماء التهاني والتبريكات للبحرين حكومة وقيادة وشعبا، وإن شاء الله البحرين كل عام وهي ترفل في الخير والنماء بمشيئة الله في ظل هذه القيادة الحكيمة والرشيدة. طبعا تصريح سمو الأمير خليفة بن سلمان لصحيفة اليوم احتوى على مضامين كبيرة ومعاني عميقة، أكد من خلالها على أكثر من محور هام، أكد على العلاقات السعودية البحرينية وقال أنها علاقات راسخة منذ أعوام طويلة، وأكد أيضا على أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كيان واحد وشعب واحد، وهذه الجملة لامست الكثير من السعوديين الذين يعتزون بهذه العلاقة الكبيرة والمتينة بين البلدين. تحدث أيضا من ضمن المحاور الهامة جدا، تحدث عن مسيرة النماء والتطوير في مملكة البحرين، وأكد أن المستقبل البحرين سيكون أكثر أمنا واستقرارا وعطاء في ظل الكثير من المشاريع التنموية التي تعمل عليها مملكة البحرين. تحدث أيضا، وهذا يعتبر يمكن أحدث تصريح حول جسر الملك حمد الذي يعتزم البلدين بمشيئة الله تنفيذه مستقبلا، وقال أن هذا الجسر يأتي في من ضمن الخطط بين البلدين، سوف يشكل إضافة جديدة وهامة وعلامة فارقة أخرى أيضا في العلاقات السعودية البحرينية المتجذرة. تحدث أيضا عن أن التنمية في البحرين كيف كانت في البدايات وكيف أصبحت الآن، وتحدث أيضا عن التضامن الإقليمي، التضامن بين دول مجلس التعاون وتوحيد المواقف والتآلف، وقال أن المتغيرات المتسارعة والعلاقات المتشابكة تفرض علينا أن نكون أكثر وعيا وألفة. هو في الحقيقة حديث شامل، حديث يحتوي على الكثير من المضامين العميقة والدلالات التي تبشر بمستقبل كبير بمشيئة الله لمملكة البحرين، ومستقبل كبير أيضا للعلاقات السعودية البحرينية. نعم، من الدمام الأستاذ محمد الغامدي، مدير تحرير صحيفة اليوم السعودية، شكرا جزيلا لك.